الأجال إنك يماني من شوى أقتل غولان جاو محكمتكم ما راوي لكم شمس الشموس يا ليل دارت راحة بين عبس وبين ذبيان والغافل اللي يسأل الناس عن حرب البسوس حنا عرب يا مطري وصلنا من روس قحطان وانتم قبيلات قريضة من يهود ومن مجوس انطعتني خاوني واعطيك مكسب ما انت خسران وان كان ما انت مخاويني بلاش اصرف فلوسي لا خير فيكم بعد جات الرسالة من سليمان ردت لكم رايا ولينكم عميان طوسي فرقك